مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من تواصل دوت كوم. دعونا معا الآن نلقي نظرة على ملفات هذه الحلقة. في العراق الانتخابات المرتقبة لعام 2018 تحت فوهات البنادق وعنوانها الميليشيا. إلى محافظة واسط الآن، وهناك المحافظ يهدد شيخ عشيرة بعشيرته ويقول له إنه سيأخذ حقه بيده لا بالقانون. العنوان الثالث، تجار الدواجن يشتكون من فرض القوات الحكومية الأتاوات عليهم وأطعمة فاسدة تدخل إلى العراق من إيران دون مضايقات. في العنوان الرابع سنعود إلى بغداد وتحديدا منطقة الزعفرانية، وهناك توجد محطة كهرباء تتسبب بإحداث تلوث بيئي. إذن الانتخابات المرتقبة والتي تشارك فيها ميليشيات مسلحة يعد لها ويجهز لإتمامها، لكن كيف؟ بلغة السلاح وفوضى البنادق. هكذا هي الديمقراطية التي تسعى الميليشيات لفرضها، ديمقراطية تحكمها فوهات البنادق وشعب يواجهها بمزيد من الرفض، يحرق بطاقاته الانتخابية ليؤكد فشلها وعدم أهليتها. ننتقل الآن إلى موضوع جديد، إلى واسط الآن. المحافظ محمود ملا طلال، هذا المحافظ غاضب من شيخ عشيرة اتهمه بالخيانة. طبعاً من أجل أمانة النقل والتفاصيل ستسمعونها الآن. المحافظ يقول إنه لم يلبي دعوة شيخ العشيرة لأنه كان منشغلاً بأمور تتعلق بعمله في المحافظة، لكن العجيب أنه توعد أبو خالد كما جاء في المكالمة المسربة بينهما. توعده بماذا؟ توعده أنه سيأخذ منه حقه بذراعه. نتابع. السلام عليكم شيخ. السلام على شيخ، من الخائن؟ ها؟ من الخائن؟ اللي ما يجي على الموعد غير؟ متوعد وياك أني؟ أنت متوعد الشيخ سهود؟ أعرفك تعرفي؟ أنت متوعد الشيخ سهود؟ منو أنت حتى أتوعد وياك شيخ خالد؟ أنت متوعد الشيخ سهود وإحنا جينا 40 واحد أنت ما جيت؟ منو؟ أنت أنا أعلمك الخائن منو؟ أنت متوعد تيونس؟ يا شيخ خالد؟ حجي أنت متوعد تيونس؟ أنت لا تقول حجي، لا تقول حجي، ما تعرف حجي أنت زين. لا لا بعدك ما تعرفني. بعدك ما تعرفني شيخ خالد. حجي خلنا نسمع، اسمع. لا تسمع ولا شيء. لا لا خليني بس انا اعلمك منو انت ومنو اني، واعلمك الخائن منو يا شيخ خالد. لا انت مو انت قلت اجيكم. لا لا زلمه، لا تسميني بعد زلمه وطالع من ظهر رجال يا شيخ خالد. اذا ما خليت انا الجوار حقك اقسم بالله ابو محمد بن عبد الله اخلي هاي الناس اللي طلعت وياك هي اللي تجي بيتك. مو انا الخائن شيخ خالد. حجي انا حجي محمود بن منى طلال العتبي. انت ليش عبدك تسمينه حجي؟ العتبي بن حج محمود بن مولى طلال، مو انت اللي جاي هسه تفوت علي وتقول لي خائن. اقسم بالله ابو محمد بن عبد الله هذا اللسان اذا ما يعتذر اقصه 100 قصه. انا اعتذر. انا اعتذر من عندك حجي. تعذر غصبا عليك، غصبا عليك وعلى القريش كلها. هسه انا طالع القريش وطالع لنا مانيه كلها، وارد اشوف من اللي يوقف لك. ارد اشوف من اللي يوقف لك شيخ خالد. انا حجي محمود قل لي خائن. لعن انت متوعدتي انا حجي. انا خائن.
ملعون، انا خان شيخ خالد وحق رب العزه لا اخليك ما تندب دربك، وحق رب العزه لا اخليك رش تندم عليك، لا اخلي برحه ولا اخلي بسارجر ولا اخلي اولاد بركه ولا اخلي قريش اذا ما علم هلم، وعرف الخائن منه يا شيخ خالد. ورد اشوف شيخ سيهود شلون يوقف وياك ويقول علي خائن وانا اللي خابرته واعتذرت، لان عندي لجنه ما اضطريت اجي لان كان عندي شغل مهم للمحافظه. انت شيخ خالد تقول علي خائن؟ انا قلت علي ابن ابي طالب ابرا من دين محمد، اذا ما اخليك تتقدم يا شيخ خالد انا مو بعد والله البشيرت مرتي والله يعني البشيرت. يعني شو تسوي لي؟ وهسا شوف شو اسوي لك، انت تعرف انا مسلمه اذا ما نفذ، وراح اشوف شو اسوي لك. اشتكي علي غير؟ يلا اشتكي عليك مو انا اللي اشتكي، وكان حجي محمود اخر شيء بذراعي. لا تقول ولك قضيتها بذراع شيخ خالد. لا تقول ولك سمعت؟ شوف اقول لك بذراع شيخ خالد، شيخ خالد بذراعي، وراح تعرف الجاي باش تجيب الله عتبه وشوف قريش. الله كريم يصير خير ان شاء الله. الله يصير خير ان شاء الله. الله كريم يصير خير ان شاء الله. الله كريم انا اعلمك يا شيخ خالد انا اعلمك. بذراع يا شيخ خالد هكذا قال وبكل وضوح. إذن على ما يبدو أن الرجل مسنود بشخصيات التي تقف وراءه، لدرجة أنه يقول أنه سيأخذ حقه بذراعه بعيدا عن القانون. هذا إذا كان في العراق قانون في ظل وجود هؤلاء الميليشيات الذين يتسيدون أحوال العراقيين. هي لغة الذراع تطغى على المشهد في العراق إذن، ومن يدعون أنهم يقفون على خدمة القانون هم الذين يهددون بنزع ما يطلقون عليها حقوقا لهم سينتزعونها بقوة الذراع. تكريس عملي لفكرة هيمنة القوة الغاشمة، القوة التي تعلو على كل القوانين، إلى مأساة شريحة مهمة من المواطنين في العراق وهم تجار الدواجن. لاحظوا الصور التي ستظهر تباعا أمامكم الآن. في هذه الصور نرى أصحاب حقول الدواجن في ديالة وهم يقطعون الطريق الرابط بين بغداد وكركوك احتجاجا على قرار منع تسويق منتجاتهم إلى بغداد والمحافظات الأخرى. طبعا هم هنا يحتجون على استمرار حظر تسويق منتجات الدواجن إلى بغداد بسبب ما وصفوها احترازات صحية لا دخل لهم بها. التجار أكدوا أن بضائعهم سليمة وهم العراقيون وأهل البلد وما زالوا ممنوعين من إدخال بضائعهم. نذهب إلى مفارقة عجيبة الآن، تضييق على التاجر العراقي وتسهيل لآخرين ينقلون بضائع وأطعمة فاسدة من إيران تدخل بسهولة إلى العراق، ما شاء الله. شاهدوا هذه الصور الآن. في هذه الصور تشاهدون الكبد الفاسد، لاحظوا الكميات التي ستظهر في الصورة التالية. هذه وجبات طبعاً من كميات الذهب الفاسد، كيف دخلت العراق؟ من الذي سهل دخولها؟ ترى ما الكسب الذي حققه لجيبه والضرر الذي كان سيقع لو أن مئات المواطنين تناولوا هذه الأطعمة الفاسدة. هي دولة الأتاوات والرشاوة، ادفع وادخل، ادفع وأدخل ما تريد، المهم أن الحكومة الحالية يجب أن تستفيد. ويعزز هذا المفهوم حديث أحد تجار البيض. هو البيض منتج وطني يجهز داخل العراق. يتحدث التاجر عن أتاوات باهظة حتى يسمح للتاجر بأن تمر سيارة بضاعته وتصل إلى وجهتها. التاجر يتحدث عن أتاوات تدفع للقوات الحكومية. شاهدوا واشهدوا على حديث هذا الرجل وما فيه من ظلم للعراق والعراقيين. اليوم أريد أحكي لكم معاناة نقل البيض العراقي من الحقول البغداد. شلون تدخل؟ يعني شوف التاج، هاي التاج اللي هاي أقرب سيطرة هنا العامرية، تكلف نقل البيض رشاوي، ندفع رشاوي للسيطرات توصل 250 ألف دينار للسيطرات، اللي يبدأ من لواء 59 وش يريدك؟ يعني من التاجي مطب لي جاي للعامرية، شوف بقى للعامرية مطب، وين تروح؟ تتحول من التاجي للتحويلة مال يوسفية تقريبا توصل كربلة حتى تدخل ترجع للعامرية. باع ايش قد؟ وهو بيض عراقي. سيد هاي ال 250 على الكيل وعلى التريلة؟ على الكيل، على الكيل 100 كرتونة، يعني الكرتونة بس الرشاوي تدفع كل كرتونة تكلف 2500 دينار. تعال شوف صور البيض العراقي.
صور البيض العراقي، باع هذا البيض عراقي. شوف الضرب الاقتصادي العراقي حتى يصعدون شو اسمه البيض الايراني والبيض التركي يطب لنا خيجي عجب، بس العراقي يحاربونه. وين التوجيهنا؟ وين واحد يشتكي؟ اسمع حاكم الزاملي حيدر العبادي يا ابو الخضخضه يا ابو البعض كافي، حارب الفساد مو هذا الفساد قدام عينك. شوف كيف يحاربون الاقتصاد العراقي، هكذا قال الرجل بعظمة لسانه، وعليكم الحكم والشهادة. الآن شاهدوا التلوث الذي تسببت به إحدى محطات الكهرباء في بغداد، وهي محطة الزعفرانية. السلام عليكم، تشوفون هذا؟ هذا جو منطقة الزعفرانية. طبعاً هالبارحة كسرت السيارة، شوفوا هاي يومية على هالحال من وراء محطة كهرباء معسكر رشيد. هاي الباحة كسرت السيارة، الله شاهد علي. كل مكان هذا جو منطقة الزعفرانية. لا نلقي باللائمة على المحطة، ولكن السؤال أين الجهة المتخصصة بالدور الرقابي هنا؟ أين من يحترزون لمثل هذه المشاكل حتى لا تقع؟ من الذي لم يقم بدوره كما يجب؟ أسئلة لو توفرت إجاباتها لما وجدنا هذا التلوث البيئي. وربما يقول قائل ما أسهل التلوث البيئي حين يقارن بالتلوث السياسي فيك يا عراق. نذهب الآن إلى فيسبوك. في فقرة آراءكم، جلال الدين الصغير في آخر صيحاته أو في الخطبة الأخيرة له يتحدث عن الميزانية لعام 2018، يقول إن العراق لديه موظفون أكثر من الصين الشعبية. يا رجل لا حول ولا قوة إلا بالله. تابعوا هذا المقطع الآن، وبعدها نقرأ عليكم عددا من تعليقات جمهور فيسبوك على حديث جلال الدين الصغير. نبهوا لا توجدوها، ولا عندكم قدرة مالية أن توظفون الناس. ماكو الدول الاشتراكية الكبيرة جدا ما عندها قدرة، ولا يمكن لها، نفس الصين ما عندها الأرقام من الموظفين اللي موجودين عندنا إحنا. الصين بكل المليارات اللي عندها ما عندهم هذا المقدار اللي إحنا عندنا من الوظائف اللي الدولة عليها أن تدفع. فإذا كل القضية تدفعون رواتب، إذا الحديث عن إعمار وإيجاد فرص وما إلى ذلك كله ما له واقع. تعالوا فكروا، تنافسوا على قضية أن تعلمون الشباب مهن فنية، أعمال مهنية، أعمال فنية، صنعة يمكن لهم أن يشتغلون بها. الصين لديها عدد موظفين أكثر منك يا عراق، سبحان الله. نذهب الآن إلى التعليقات لنرى كيف علق مرتادو فيسبوك في العراق على حديث جلال الدين الصغير، أو كما ناداه بعضهم جلال نستلة. إلى التعليق الأول، سعد يقول الصين يا فلتت زمانك، الصين وكل الدول المتقدمة موظفين شعوبهم عن طريق المصانع والشركات، مو مثلكم بقيتوا تجيبون بأقربائكم وأتباعكم المتخلفين وعشعشتوهم بالوزارات لأن أنتوا فاشلين وحرامية. سعد يريد أن يقول باختصار، العراق مليء بالخير ولكنه مقتصر على فئة دون الفئات الأخرى، أنتم تحضرون أقاربكم ومن يتبعون لكم، أما مجمل العراقيين فلهم الله. إلى التعليق الآخر، رؤى السوداني تقول وانتش عندك بالدولة، روحوا عبد ربك يا شيخ نستلة، الله ينتقم منكم، دمرتوا العراق. طبعا هذا ما يجنيه على نفسه من يطرح كلاما يخالف الواقع، يحاول أن يقول إن العراق بخير، لكن الحقيقة أن العراق ليس بخير، ليس لأن الخير غير موجود، بل لأن هناك من نصبوا أنفسهم على هذا العراق ويسطون ويستولون على هذا الخير ولا يوزعوه إلا فقط على من يحبون، وينسون أهله عمدا مع سبق إصرار وسوء ترصد. إلى تعليق جديد،
علاء يكتب: زين انتوا حمايتكم وصرفياتكم وإفاداتكم ما أثرت على الميزانية؟ إذا أردت أن تقول إن العراق فيه موظفون أكثر من الصين الشعبية وهذا ما يؤثر على ميزانية 2018 وعلى كل الميزانيات، ما هي ميزانية الحماية الخاصة بك يا جلال الدين الصغير، أو الحماية الخاصة بمختلف الوزراء الذين أصبحوا كلاً وعبئاً على المشهد العراقي؟ إذا امتلكت الإجابة فاخرج بها لو كنت قوياً وصريحاً وجريئاً بمقطع مصور مثل هذا. إلى تعليق جديد. يوزر سيف الكربلائي يقول: بس انت شقد راتبك؟ وين قاعد؟ شقد حمايته؟ انتم اللي عميتوا على هذا البلد، انتم اللي عميتوا على هذا البلد، انتم اللي ما خليتوا البلد يتطور. على ما يبدو أن هناك شبه حالة سخط وغضب شعبية تسود مختلف المكونات في العراق بعيداً عن التفكير الطائفي، هذا ذاك تلك إلى آخره. الجميع على ما يبدو متفقون أن حديث هذا الرجل منافي ومخالف للواقع، مناف ومخالف للواقع تماماً. إلى التعليق الأخير الآن. زياد المدرس يقول: وماكو بالعالم كله راتب مثل راتبكم وامتيازاتكم وتحكي لي باسم الدين، العتب مو عليك، العتب على اللي جاي يسمعوك وما يجابوك. يريد أن يقول هذا الشاب: لا تعلق أفكارك على شماعة الدين، لا تحاول أن تسوق هذه الأفكار التي لا يتقبلها أصغر عراقي، الأطفال لا يتقبلونها، لا تسوقها باسم العمامة التي ترتديها. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. طبعاً الآراء التي نقرأها عليكم إضافة إلى الوسم الإلكتروني هاشتاغ كلها هي منسوبة لأصحابها ونحن فقط ننقلها لا أكثر من ذلك ولا أقل. في هاشتاغ اليوم نشط وسم إلكتروني يحمل عنوان اليوم العالمي للسرطان للتعاطف مع مرضى السرطان وللمطالبة بالإسراع في اختراع وابتكار الأفكار الإيجابية التي تقدم للبشرية من العلوم ومن الاختراعات والإمكانات ما يعينها على مواجهة هذا المرض الخطير للأسف. ننتقل الآن إلى التغريدة الأولى في هذا الموضوع. هاشتاغ اليوم العالمي للسرطان، عثمان المختار يكتب: البصرة والفلوجة تتصدران مدن العراق بمعدل الإصابة بالسرطان، المدينتان تعرضتا لقصف بقنابل اليورانيوم الأمريكية عام 2003 و2004. عثمان هنا يريد أن يذكركم أو أن يذكركم أيها العراقيون أن أهلكم في البصرة وأهلكم في الفلوجة هم من تضرروا من القصف الأمريكي عام 2003 و2004 وبعضهم أصيب بمرض السرطان، ينبغي أن يقف معهم من لا يزال في داخله ضمير وإنسانية. إلى تغريدة جديدة. نور تكتب: أحد مسببات السرطان التعرض المباشر للإشعاعات وهذا ما حدث في العراق من أثر الحروب ومخلفات الأسلحة. أيضا تغريدة من داخل العراق تريد أن تؤكد أن الحرب الأمريكية، الاحتلال الأمريكي، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا انعكس على آلاف المواطنين في العراق أطفالا ونساء وشيوخا، انعكس عليهم بإشعاعات تعرضوا إليها فأصيبوا بالسرطان، في وقت يتحدث آخرون عن ميزانية تستثني كثير من هؤلاء المرضى من حقهم في العلاج. إلى التغريدة الثالثة. زينة تكتب: البصرة هذه المحافظة العزيزة التي تئن من ازدياد حالات الإصابة في ظل نقص العلاج والأدوية، صوتنا لعله يصل للعالم. تريد أن تقول: عليكم أن تدعموا المستشفيات في البصرة، أن تدعموا مستشفى الأطفال الخاص بمرضى السرطان في البصرة والذي لم تحسم ميزانيته بعد كما قال مدير المستشفى في وقت سابق، وذكرنا هذا عليكم في تقرير إخباري عرض على الرافدين سابقا. أضف إلى ذلك أنه ينبغي أن تتوفر من الميزانية التي يتحدث عنها ما يدعم مرضى السرطان في البصرة والفلوجة ومختلف أنحاء العراق. إلى التغريدة الأخيرة. مرام العبدالله تكتب: اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء، اللهم اشف مرضى السرطان وأرح قلوبهم وأجسادهم يا أرحم الراحمين. ونحن نثني على دعائك يا مرام ونقول:
اللهم امين، اشفي مرضى السرطان وكل مريض يا رب العالمين. بعد قليل نذهب واياكم الى فقره المقاطع المصوره. في صورة بعيدة عن سوتشي وكل دعوات التسوية للمشهد السوري، نذهب إلى إدلب وهناك إسقاط طائرة روسية من نوع سوخوي. نتابع لها. كل هؤلاء الضحايا وهناك ما زال أو من لا يزال يعلق أماله على تسوية معينة. عموما، هل تصدقونني إذا أخبرتكم أن علماء ابتكروا جهازا دقيقا يجري عملية العمود الفقري للمرضى من غير أن يتدخل الإنسان؟ تعالوا نتابع معا. الآن إلى جهاز يفحص السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، تعالوا نتعرف عليه معا.
حقا ما أجمل الابتكارات الإيجابية حينما تخصص من أجل نصرة الإنسانية وليس من أجل ظلم الإنسان. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد اليوم من تواصل.com. لاحقا ألتقيكم على خير، إلى اللقاء.